السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع نتاع السكك الحديدية الذي يقع ما بين مدينة بجاية وبلدية بني منصور على امتداد مسافة 87 كيلومتر من أنفاق وجسور وما إلى ذلك. نترككم تتابعون هذا الفيديو الذي تم إنتاجه من طرف الوكالة الوطنية لمتابعة ودراسة المنجزات في ميدان السكك الحديدية عن سريف. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. يعتبر خط السكة الحديدية بني منصور بجاية الذي يشهد أشغال تثنية وتصحيح للمسار على مسافة 87 كيلومتر أحد روافد الخط الشمالي. سيساهم هذا الخط عند وضع حيز الخدمة في نقل 30 ألف مسافر و 38 ألف طن من البضائع يوميا بسرعة 160 و 100 كيلومتر في الساعة. صفقة الإنجاز بشطرين، أحدهما إلزامي وآخر اشتراطي، تشرف على تنفيذها شركة وطنية تتقدمها شركة كوسيدير للأشغال العمومية كرئيس لشركات الإنجاز رفقة فرع كوسيدير للمنشآت الفنية والشركتي أنفراغاي وإستيل، فيما يتكفل تجمع لمكاتب دراسات وطنية تنضوي تحت لواء شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية ستيغاي بمهام المراقبة والمتابعة. نظرا للطبيعة الجغرافية الواعرة للمنطقة، يتضمن هذا المشروع فضلا عن أشغال التصليح المرافقة لفتح الرواق وتصحيح المسار حفر 3 أنفاق بطول إجمالي يقارب الكيلومترين، وبناء 11 جسرا للسكة وخمسة جسور للطرق، بالإضافة إلى تشييد 9 محطات عصرية بكل من بني منصور، تازمات، إيغزر، تكريتس، سيدي عيش، الماتن والقصر، وأربعة مواقف بكل من اللاغن، العزيب بن شريف، وادي غير، والمحطة البرية لبجاية، بالإضافة إلى تدعيم محطة السكة الحديدية الرئيسية في المدينة بورشة لصيانة القطارات. سيجهز هذا الخط أيضا بأنظمة للإشارات الحديثة، بالإضافة إلى نظام الاتصال بالألياف البصرية والاتصالات اللاسلكية للقطارات. بالعودة إلى التضاريس الواعرة للمنطقة ومرور الخط عبر مناطق سكنية متقاربة وأهلة بالسكان، يعمل القائمون على المشروع على تدليل مختلف العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية الرفع من وتيرة الإنجاز، والتي عرفت مؤخرا مباشرة تشييد بعض المنشآت الفنية. مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية، ويمنح ميناء بجاية منفذا مباشرا نحو المناطق الصناعية والأسواق الكبرى، كما تراهن عليها السلطات العمومية بغية استغلال مناجم الزنك والرصاص بمنطقتي أميزور وتال حمزة، ونقل المواد الأولية نحو معامل التعدين التي يتم استحداثها في المنطقة، ومنها نحو المناطق الصناعية التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. تعمل على وضع معالمه مؤسسات عمومية وطنية أعلاء لراية الكفاءة المحلية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية للبنية التحتية، وإشراكا للخبرة الوطنية المكتسبة في مسيرة التنمية الاقتصادية. وتشرف على مراحل تنفيذه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والتي ترفع منذ نشأتها شعار التشييد والبناء من أجل غد أفضل.